إذن لأسماء الله عز وجل فضل مدارسة، فقبل أن ندخل في اسم من أسماء الله نستذكر ما مضى من الفضائل ويذكر غيرها. أولاً شرف هذا العلم، شرف هذا العلم وفضله وعلوه أنك تقوم بدراسة أسماء الله عز وجل. ثانياً أن معرفة الله تقود إلى العلم به وتدعو إلى محبته وإلى تعظيمه وإلى إجلاله، وذلك من العمل وإلى سائر الأعمال.